السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل مع بعض آخر لاب في اللي هي HRP. اللاب النهاردة طبعا ده لاب يعتبر لاب 17 تقريبا، لاب 17. اللاب عندي بالشكل ده، تمام. احنا هندرس في اللاب ده ايه؟ اللود بالانسنج. الايه؟ اللود بالانسنج، وهنشتغل على الان ايكوال لود بالانس. انا دلوقتي عندي R1 طالع بلينك الباندوتس بتاعته 256 كيلو بت بير سكند تو R2، ولينك تاني طالع ب 512 كيلو بت بير سكند الى مين؟ الى R3. فانا دلوقتي عايز اعمل توزيع احمال، بحيث مثلا ان كل R1 لما يجي يستلم مثلا 4 باكت هيبعت مثلا يعني 3 فوق و3 مثلا تحت هنا وواحد فوق، تمام. وهنا عايزين ندرس بعض الكونسبتس زي مثلا الفاريانس. ايه هو الايه الفاريانس؟ لو احنا رحنا الى R1، اوكي، ادي انا عندي هنروح الى ايه R1، اوكي، ورحنا على R1 ورحنا كتبنا show IP route EIGRP، show IP interface brief. هو مش موجود عليه الـ EIGRP ولا ايه؟ show run router EIGRP. تقريبا الراوترات محتاجه تعمل لها كونفيجريشن اي جي بي. ماشي، راوتر اي جي بي 1. ممكن نكتب نتورك 4 اصفار، نو اوتو سامري، وبعدين نروح الى R2 ونكتب كونفتي راوتر اي جي بي 1 نو اوتو سامري نتورك 4 اصفار، وبعدين نروح ل R3 كونفتي راوتر اي جي بي 1 نو اوتو سامري نتورك 4 اصفار، وبعدين نروح الى R4 برضه نفس القصه كومبتي راوتر اي اي جي ار بي 1 راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك 4 اصفار كده نو اوتو سامري. عظيم. طيب، وبعدين نرجع الى R1. عايز اعمل بس ايه فيريفيكيشن دوش وران. تمام. طيب، اوكي، طيب حلو. انا هخلي الفصل ايثرنت 0 ل 0 باندوتس بتاعتها 256 كيلو بت بير سكند. طب انا هروح على R1 على فصل ايثرنت 0 ل 0 وهكتب كده باندوتس 256 كيلو بت بير سكند، يعني هكتب هنا 256، ده الباندويتس ان ايه ان كيلو بت بير سكند، تمام اهو. دوس انتر كده فاست ايثرنت 0 سلاش 1، خلي الباندويتس بتاعتها ايه 512. فانا لو رحت طبعا، لا مش 412، 512. دو شو ران انتر، لا دو شو انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 عشان افيريفاي. هلاقي ادي الباندويتس اهي كيلو بت بير سكند على فاست ايثرنت 0 سلاش 0 و1، هلاقي 512. عظيم جدا جدا. لو رحت هنا بقى الار 1 ورحت كتبت شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي، النتورك اللي هي 192.168.2.0 في 1 سكسسور اهي، الفيزبل ديستانس بتاع السكسسور اللي هو عن طريق 10.0.0.6، يعني هو بينزل عن طريق مين؟ ار 3. طبعا طبيعي اللي هو يروح لل 2.0 اللي على ار 4 عن طريق ار 3، لان الباندوتس هنا اعلى، فطبعا الديلي هنا يكون اقل. انا اسف، المتريك هيكون اقل، فهنا المتريك 5 مليون و 7616، تمام. عظيم، اوكي. وعندي فيزابل سكسسور هنا عن طريق 10.0.0.2، تمام، اللي هو عن طريق ار 2، وده الايه المتريك بتاعته اللي هي تقريبا 10 مليون 7552. حلو، لو انا رحت عايز اخلي R1 يطلع على التو باثس دول، عظيم، يعني يعمل كده ان ايكوال لود بالانس، لان هم هيبقوا ايكوال لود بالانس لو هم متساويين في المتريك، لكن هم مش متساويين في المتريك، وكان هيكتب لي تو سكسسورز، لكن هو ده وان سكسسور واللي تحت ده فيزابل سكسسور زي ما احنا شرحنا المحاضرات اللي فاتت. لو رحت كتبت شو اي بي راوت، هو بيروح بقى بيزيكلي ل 2.0 عن طريق مين؟ عن طريق 10.0.0.6. انا بقى عايزه يروح عن طريق 10.0.0.6 وبرده 10.0.0.2. طيب، كلام جميل. هروح لراوتر اي جي بي 1 واكتب فاريانس. الفاريانس هنا ده مالتي بلاير، معناه ايه؟ من الاخر بقول للراوتر اعتمد في الارسال على المسار الرئيسي البيست باث عندك، وكذلك ضم معاه المسار. مثلا لو كنت كتبت فاريانس 2، حلو، معناه ايه؟ كاني بقول لراوتر 1 ابعت على المسار الرئيسي بتاعك اللي هو عن طريق R3، وضم اليه المسار اللي الفيزابل ديستانس بتاعته، حلو، لو اتضربت في 2 مش هيكون اقل من المتريك بتاعت الايه البيست باث. طب بصوا يا شباب، عشان ايه نحسب القصه بتاعتنا، بفرض انا عندي المسار الاولاني، ادي المسار الاولاني، المسار الثاني، بفرض ان انا عندي الفيزابل ديستانس بتاع المسار الاولاني 10
والتاني 20، مين الافضل؟ الاولاني طبعا. طيب كلام جميل. اما اقول لراوتر 1 فاريانس فاريانس 2، حلو كده، فكاني بقول له ايه، انا من الاخر كاني بقول له بقيمه الفاريانس اللي هي 2، الراوتر هنا بيعمل ايه؟ بيقوم ماسك البيست باث عندي 10، يضربها في ايه، في 2، الناتج هيكون كام؟ 20. فانا بقول كده للراوتر ان من الاخر ضم المسارات اللي المتريك بتاعتها هتساوي 20 او اكتر. هتساوي ايه؟ 20 او اكتر. طب افرض الفيزيبل ديستانس بتاعت 2 دي كانت 30، حلو، فانا كده هضطر اخلي الباندوتس ايه، يعني الثلاث اضعاف قيمه المتريك هنا، الثلاث اضعاف قيمه البيست باث عندي او قيمه السكسسور، فانا هخلي الفاريانس هنا بايه، ب3. عظيم. فالفاريانس هنا مالتي بلاير يتضرب بالبيست باث، حلو، ويطلع لي رقم، الرقم ده هياخده كريفرنس ليه، تمام، وهيضم كل المسارات اللي المتريك بتاعتها، اللي المتريك، ها، المتريك بتاعتها مش هتزيد عن الرقم ده، تكون تحته، ها، تمام. كلام جميل. طيب كلام جميل جدا. فانا اما اقول فاريانس 2، لو جيت كتبت دو شو اي بير اوت، هنا ضم فعلا المسار الثاني. ليه؟ لان لما ضرب 500 5 مليون 7616 في 2 هيديني رقم اكبر من الرقم ده، تمام، حلو كده. طيب كلام جميل. ده عن طريق الايه، الفاريانس، حلو. طيب ثم بعد ذلك هعمل ايه؟ قال لك هتروح لراوتر 1، راوتر اي جي بي 1، ودخل امر ترافيك شير، اما بالانسد او اما مينيمم. يعني ايه بالانسد او مينيمم؟ قال لك من الاخر البالانسد يعني انا هبعت الداتا ما بين المسارين بروبوشنال، يعني مثلا 256 دي نص ضعف نص قيمه ال 512، فهيعتمد اللي هو على، يعتمد على ريشيو 2 ل 1، يعني كل 3 باكت هيبعت 2 هنا 2 هنا و1 هنا. عظيم كده. طيب كلام جميل. فده ده البالانسد. اما المينيمم، لو جيت قلت له مينيمم يعني كاني بقول له ابعت ايكوال، اعتمد خلي المسارين دول ايكوال لود بالانس، بس ابعت بباندويتس حسب الاقل، يعني طلع باكتس حسب الاقل اللي هي 256، يعني 512 دي مش هيستفاد منها، لا هيستفاد ايه، هيعتبر 512 كانها 256 واللي فوق 256، فيبعت باكت هنا باكت هنا باكت هنا باكت هنا، تمام، بس بقوه ترافيك ايه، ال 256 الاقل، ده المينيمم، تمام. فانا هخليه هنا ايه، انا عايز اخليه بالانسد. ثم هخش على انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وهحدد نوعيه الايه، ترافيك شير اي بي ايه، لا 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 ترافيك، لا 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 لود بالانس، تصدقوا والله انا مش فاكر الايه الامر، فطبعا انا عشان افتكر الامر، انت عندك هنا ملفات الجلوبال كومبليكيشن، اي بي لود شيرنج، اهو اي بي لود شيرنج، بير ديستنيشن ولا بير باكيت؟ بير باكيت، تمام، يعني من الاخر هياخد الباكيتس اللي هتتبعت الاجمالي هيقسمها بالريشيو اللي هي ايه، 2 الى 1، تمام، فكل مثلا 3 باكيت هيبعت واحد فوق واثنين تحت، حلو. طب لو كان بير ديستنيشن، لو انت عندك مثلا 3 اجهزه كده، مثلا ده بي سي وفي ده بي سي، فالاجمالي عندي 3 اجهزه، حلو، ده هيروح على ديستنيشن اي بي 1، وده هيروح على ديستنيشن اي بي 2، وده هيروح على ديستنيشن اي بي 3، ف1 هيروح عن طريق ايه، ال 512، طب 2 هيروح عن طريق الايه، ال 512 برضه، طب 3 هيروح عن طريق الايه، ال 256، دي الايه التقسيمه، ده بير ديستنيشن. هو طالب منك في اللاب ايه؟ طالب منك قال لك ان انا عايز اخلي اللود شير على الراوتر 1 اون باكيتس وبير باكيت يعني، والار 4 اون ديستنيشن اي بي في 4، تمام. فانا هروح على ار 1 واقول اي بي لود بير باكيت بير باكيت، واخش برده على فاصل ثاني 0 سلاش 1 نفس القصه. عظيم جدا. هروح بقى الى ار 4 اعمل نفس القصه بتاعتي، دو شو اي بي راوت، بيروح ل 1.0 اهو، هنا بيروح عن طريق ايه، خدت بالك، بص الار 4 برضو بيروح ل 1.0 بس عن طريق مسارين، لان هو بيعمل هنا ايكوال لود بالانس، لان المسارين هنا بالنسبه للار 4 متساويين في المتريك، لان انا ما عدلتش قيمه الباندوتس هنا وهنا. تعال نعدل قيمه الباندوتس، هخلي اللي فوق 256 واللي تحت 512، يعني هروح هنا فاست ايثرنت 0 سلاش 0 باند 512، وعلى 0 سلاش 1 باند 256، حلو كده، تمام. دو شو اي بي راوت، هنا المفترض هيطلع عن طريق مين، فاست ايثرنت 0 سلاش 0، اهو طلع فعلا عن طريق فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وخد برضو قيمه المتريك اهي. انا دلوقتي بقى لو رحت دو شو اي، كتبت دو شو اي بي
دو شو اي بي اي جر بي توبولوجي، هيقول لي ان هو بيروح ل 1.0 عن طريق ادي السكسسور اهو، وادي الفيزبل سكسسور. انا عايز اضم الفيزبل سكسسور ده بحيث انه يبعت برضه عليه بيزيكلي على الراوتنج تيبل. فهنا هدخل ايه؟ امر الفاريانس. تمام. ايه الرقم اللي لو اتضرب ب 500 5 مليون 7616 هيديني عدد تمام يزيد عن الايه؟ المليون 7552 اللي هو الاثنين. ده اقرب رقم صحيح، لان خلي بالك هو بياخد بالارقام الصحيحه. فاريانس بياخد من 1 ل 128 اهو، فاريانس 2. بعد كده دو شو اي بي راوت، خلاص اعتمد اهو، بيبعت اهو دلوقتي. انا عندي خد المسارين تمام، بس خلي بالك تيل ناو هو مش هيبعت على المسارين، هو هيبعت على المسار الاولاني اللي هو عن طريق فاصله 0.0، هيبعت عليه بس. ليه بقى؟ لان انا لازم ادخل امر الترافيك شير بالانس، احدد له ان انا بالانسد تمام. وبعدين كده برضو مش هيدخل. ليه؟ لان انا لسه ما قلتلوش طبيعه الايه اللود بالانس اللي هتعمله ايه. فهخش على انترفيس رينج فاصله 0.0 الى 1، وهكتب ترافيك اي بي لود شيرنج بير ديستنيشن، ده هيكون بير ديستنيشن، وادوس انتر. عظيم جدا. تعالوا بقى ايه نفيريفاي. انا هعمل ستارت وير شارك هنا، راوتر 1 شغال وير شارك هنا فوق وتحت برضو هنا. يبقى ده الاول واحد اللي على الشمال ده بيكون اللي هو 0 سلاش 0، واللي على اليمين ده 0 سلاش 1. عظيم. وهفتح الفي بي سي بي سي 1 اللي هو في بي سي ده، هديله اي بي 1.1.2/24، والديفولت جيت واي بتاعك 1.1. وبرضه نفس القصه هعملها مع بي سي 2 اي بي 192.168.1.2.1.2/24، والديفولت جيت واي بتاعك 2.1. اوكي. لسه ايه الواير شارك؟ لسه الواير شارك تقريبا معلق. طيب احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نقفل الشارك من هنا خالص. ستوب كابتشر، هنا ستوب كابتشر. عظيم. ممكن نعمل بقى ايه؟ ستارت وشارك. ده برضو معلق معايا. اوكي. طيب انا ممكن نعمل ايه تظبيطة معينة كده. انا هقفل الجي ان اس 3 خالص. وهقفل برضو اللي فوق ده. عظيم. و الدمب كي بي ده نقفله. مش عايز يتقفل. انا هضطر كده ان انا ارستارت. كنت عايز اوريكم الفيريفيكيشن. لسه برضو. طيب طيب احنا ممكن نعمل ايه حاجة جميلة. ممكن هنروح ليه لاب، هنشغله مرة تانية. هتقول لي يا باشمهندس وانا هنشغله ازاي تاني؟ هنشغله اهو، ومش هنعمل الكونفيجريشن اكيد مره تانية، ان انا عامل كل نسخه لاب ليه نسخه الفاينل سوليوشن يعني. فانا هحمل على طول الفاينل سوليوشن مطابق طبعا للي انا عملته. اوكي. بعد كده هنروح هنا اهو. بصوا نروح هنا فايل امبورت كونفيجز، وهقول له يا سيدي انا عايزك اشتغل بس سي ان اي، عايزك تحمل ملفات الكونفيجريشن في اللاب فاينل بروجكت فايلز. اها تمام. وبعدين اوب ستوب. تمام. طيب احنا ممكن ايه نظبط القصة مرة تانية. ممكن نعمل، ممكن نستغنى عن الواير شارك، ممكن نستغنى عن الواير شارك. بس هفتح كده R1. اوكي. طبعا لو جيت عملت دوشو اي بي راوت هتلاقي ان هو 2.0 هو عامل اللي هو اللود بالانس بس تقريبا ناقص حاجة كده. شو ران
راوتر اي اي جي ار بي فاريانس، مفيش الترافيك شير. طب خش على كومبتي راوتر اي اي جي ار بي 1 ترافيك شير بالانسد، اها انتر. حلو، هروح بقى على R1 واكتب تريس راوت وادوس انتر، بروتوكول اي بي انتر، تارجت اي بي ادرس، انا عايزك تروح الى 192.168.2.1 اللي هو اي بي راوتر 4 على اللان اللي هي 2.0/24. السورس انا عايزك تطلع من 1.1. حلو، لا انا مش عايز التريس راوت، ممكن ادوس بينج، اكتب بينج بروتوكول اي بي اوكي. التارجت 2.1 اهو، الريبيت كاونت اخليه 300 تمام، الداتا كرام سايز اخليه زي ما هو 100، التايم اوت اخليه 2، الاكستندد كومنز لا انا عايز اشغل الاكستندد كومنز، السورس ادرس اور انترفيس مش هحدده هنا، انا حددته من فوق تايب سيرفيس 0 خليه، كل اللي جاي ده خليه زي ما هو. هنا هدوس ار ريكورد، انا عايزه يريكورد الايه الداتا، نمبر اوف هابس، نمبر اوف هابس اللي هو عايز يعني كانه بيقول لي كده انت عايز تستعمل ريكورد للباكتس لما تنط على كام راوتر، هقول له مثلا خليه ممكن اخليه 4 تمام. بعدين ادوس هنا انتر، مش عايز احدد السويب رينج اوف سايزز، اها اوه تمام. اها بصوا كمل لحد 300. طيب عظيم، بصوا يا شباب لو جينا مسكنا الداتا كده من اولها حلو، بص مرة بعت عن طريق راوتر 1 اهو تمام، فين 10.0.0.5، مرة بعت الى 10.0.0.13 تمام، 10.0.0.5. بصوا يا شباب لو انا جيت رحت كده الى R1 او R2، هفتح كده R2 وهكتب دو شو اي بي انترفيس بريف، تمام هو 10.0.0.2 عظيم. حلو، R1 هنا بيقول لك ان انا رحت عن طريق 10.0.0.5. طب روح ل R3 دو شو اي بي انترفيس بريف، ده 10.0.0.6. ف R1 هنا بيقول لك ان انا مره طلعت عن طريق 10.0.0.5 عن طريق فصل 8.0/1 تمام، وبعدين هتلاقي شويه مره طلعت عن طريق 10.0.0.1 عن طريق مين؟ عن طريق R2، خدت بالك؟ فهو عمل لود بالانس بعد الايه، بعت الايه الباكتس مره هنا ومره هنا تمام كده اوكي. مره ادي اهو تاني، ادي لو جيت خدتها كده مثلا، تعالى من اول وانا اهو بعت واحد تمام، ادي باكت بعتها عن طريق R2 اهو تمام، وبعدين باكت عن طريق R3، باكت تانية عن طريق R3، باكت واحدة عن طريق ايه R2، وبعدين باكت تانية عن طريق باكت عن طريق R R R لا لا ثواني هنجيبها من اول تاني، هو بعت هنا باكت عن طريق اهو R3 تمام، واحدة عن طريق R3، ادي كده 2 الى كام؟ الى 1 تمام، وبعد كده اهو 2 الى كام؟ الى 1، فعمل تقسيمه هنا ايه 2 الى 1 عظيم. طيب كلام جميل جدا، ده that's all about ال ايه ال يعني انا عملت لك فيريفيكيشن بواسطه الاي او اس بدل من الايه الواير شارك، وضح لك فعلا ان تقسيمه الباكتس بيبعت 2 اي سي ام بي فوق و1 اي سي ام بي تحت وهكذا تمام. يعتبر النهارده خلصنا كده ايه لاب 17، انا اعتبر خلصت. اشوفكم ان شاء الله المحاضره في المحاضره اللي جايه على خير باذن الله، هنشرح بقى الايه، نخش في الاكسس ليستز والنات. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.